هل في قناعات تشكلت حكومية بيروقراطية مجتمعية بما يقوم به الرئيس؟ هل القناعات دي موجودة؟ يعني زي الرئيس كده المحافظين بيعملوا كده، زي الرئيس كده بيحصل المديرين في الشركات بيعملوا كده، زي ما الرئيس بيعمل كده في رؤساء الجامعات بيعملوا كده. يعني اللي أقصده إن روح التمكين ماشية في المجتمع، واللي هي مجرد اللي هي المنطقة الرئاسية اللي هي متجسدة في البرلمان بغرفتيه في الحكومة. أنا بتكلم عن المجتمع من تحت، هل ده نازل كده؟ المية نازلة، المية الحلوة دي نازلة، الناس بدأت تتعود. أيوة، يعني الفكر او التمكين المراه نفسه بقى بيعمل له تريكل داون كده، بينزل لتحت بس بالتعود. بتعود وجود المراه في المناصب اللي ما كانتش بتاخدها، بتعود بتحرك المراه وكلام القياده السياسيه عليها. ما بقاش في، انا بقول دايما ايه، ما فيش اوبشن تاني. احنا هناخد حقنا، هناخد حقنا، يعني موجودين. مش هينفع تقول للسيدات اركنوا على جنب، اصلا مش هينفع تاخدوا الوظايف دي. طب ما تسيبوهم، لا هو ده صحيح، ما تسيبوهم تنافس. يعني دلوقتي يعني عندي محافظ ناجح، امراه في دمياط، اللي جاي هيزيد. هو يعني احنا بنقول دلوقتي عندنا فوق ال 30% نائبات. خلي بال حضرتك، منال عوض كانت نائب محافظ. الاول كانت المهندسه نادي عبده، مظبوط، وما كانتش في يعني ما كانتش نائب قبل كده، كانت اول واحده تكسر الهيئه، جايه من الحكومه، جايه دلوقتي نائب محافظ. منال كانت منال واحده او اثنين كانوا نواب. طب دلوقتي عندنا 30% نائبات محافظين. مظبوط، اتوقع الزياده المره الجايه والتجربه معاهم. انما هو بقى تعود، احنا هنبقى موجودين في مفاصل الدوله، هنبقى موجودين في الاماكن كلها، ما فيش مكان حق ممنوع المراه يعني المصريه تاخده ولا برأي. بتقصدي فلسفه النظريه الاواني المستطرقه؟ خلاص يا فندم، المستويات هتنزل، كله هينزل اللي تحت، وكل الناس هتتعود على كده. وانا عجبني قوي التعبير بتاع دكتوره فيبي لما بتقول لو المراه بتثبت جداره. خلاص، ما صراحه ما فيش واحده اخذت موقع ما اثبتتش جداره وتفوقت على اللي هي ما بتعمله. وبعدين اعطاء الفرصه سواء للسيدة أو الرجل، لا احنا عايزين السيدات تاخد الفرص، لأن احنا بقالنا كتير قوي احنا عايزين مساواة. مش احنا في الآخر عايزين مساواة؟ احنا مجتمع بيقولوا على مستوى العالم، على فكرة مشكلة مش مصر بس، على مستوى العالم عشان يحصل المساواة بين الرجال والنساء في المجتمعات محتاج 136 سنة. يعني المدة قد ايه عشان اوصل للمساواة الكاملة؟ 136 سنة جاية عشان توصلي للمساواة الكاملة. ان اللي طالعين، الاجيال اللي طالعة مش هتبقى يعني مستنية تناضل لا، ده حق بالدستور، حق بالاتفاقيات الدولية اللي مصر موقعة عليها. فبقاش في الفكرة ان انا هستنى حد يديني الحق. ده مش عبد الرحمن، ما عندكش رفاهيه. ده حقي. والحمد لله ان احنا في هذا العصر، يعني كما ذكرت العظيمات اللي امامي، عصر ذهبي. يمكن بقول دايما فيه لو ما اخذتش المراه المصريه كل الحقوق في هذا العصر وثبتتها بالنسبه لها وبالنسبه للمجتمع، تعود على التواجد ده، هيبقى صعب قوي لو في حد مش مقتنع بالقناعه يعني الكامله دي. يعني خليني اقول ان في بنيه اساسيه لتمكين المراه، بنيه اكيده بتنعمل دلوقتي، وبنيه صلبه ومعموله على اسس وعلى فكر ومؤسساتيه، وبالتالي البناء عليها. بالظبط.